بسم الله الرحمن الرحيم. خالص العزاء للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق في ما جرى من ضحايا أكثر من 1001 وفيات وأكثر من 1200 مصاب نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ومدينة مراكش المغربية في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم. نتحدث عن زلزال كبير ما زالت آثاره حتى الآن، هناك بحث عن العديد من الأسر ما زالت تحت الأنقاض، هناك قرى بالكامل تم تدميرها من خلال هذا الزلزال. مرة تانية بنعزي أشقائنا في المملكة المغربية على هذا الحادث، نعزيهم في كل الضحايا وتمنياتنا بالشفاء لكل المصابين من جراء هذا الزلزال المدمر.